أحييكم أجمل تحية وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شهادات للتاريخ. في الحلقة الأولى انتهى الدكتور فاضل الرباعي في شهادته للتاريخ عند قضية إغلاق جريدة طريق الشعب ومغادرته المبنى وتخفيه في مناطق مختلفة من بغداد حتى مغادرته العراق بجواز مزور. نتواصل معه في هذه الحلقة في رحلاته في محطات المنفى. مرحبا بك. مرحبا. آخر قياديين شيوعيين بقيا في العراق هما صفاء الحافظ وصباح الدرة. نعم. كما قلت أنت غادرت وهما بقيا. نعم. كيف ألقي القبض عليهما؟ يعني هذه قصة كانت من القصص المثيرة التي يعني تداولناها لوقت طويل. في الحقيقة كان هناك لغز بقضية اعتقالهما وتصفيتهما، ولكن اللغز الأكبر هو في الحقيقة الطريقة التي جرت فيها عملية إلقاء القبض. فيما بعد يعني أنا يعني اطلعت على معطيات خطيرة تتعلق بهذا الجانب. كان فخري كريم في هذا الوقت في بيروت، يعني مع نهاية 78 إلى منتصف 79 يؤسس لي يعني إعادة إصدار طريق الشعب والثقافة الجديدة، وكان هناك طاقم من الصحفيين والكتاب. في هذا الوقت على الأرجح يعني في حزيران 79 يرسل فخري كريم مندوب حزبي، لكن تبين فيما بعد يعني حسب الكثير من مما سمعته إما أن يكون يعني مخترق من المخابرات العراقية أو ألقي القبض عليه أو يكون ربما يكون هو رجل مخابرات، لا أعرف بالضبط، ربما وأنا لا أعرف هذا المندوب من هو يعني. ولكن فيما بعد يعني عندما سمعت من يوسف الصايغ، المرحوم يوسف الصايغ، قصة اعتقاله أدركت أن في الأمر يعني لغزا. جرت القصة على النحو التالي: يرسل فخري كريم رسالة إلى صفاء الحافظ ودكتور صباح الدرة في بغداد، وفي الرسالة يبدو أن هناك إشارات يعني ذات طابع يعني مشفر. يعتقل المندوب. مضمون الرسالة فحواها شو؟ أنه كما روى لك يوسف أنه هناك عرس كبير، يعني أنه الحزب يعني بمعنى أنه نحن سنكون موجودين في هذا العرس الكبير وكذا. في الطريق اعترضت السلطات المخابرات العراقية، اعترضت الرسالة في الطريق واعتقل هذا الشخص، وربما يكون مرسل منها لا أعرف بالضبط. وجرى اعتقال صفاء وصباح، ويعني القصة صارت معروفة. هما يعني بعد اعتقالهم اختفيا، ويعني أعلن ويوسف أنهما تم تصفيته. يوسف الصايغ أنا سمعت منه القصة فيما بعد، تسنى لي أن ألتقيه في تونس في نهاية 86، في صيف 86 على الأغلب، صيف 86 كان في مهرجان قرطاج المسرح، التقيت في يوسف الصايغ المرحوم يوسف، و يعني هو تحايل على وجود الوفد العراقي الموجود وجاء إلى غرفتي، وكان بوضع الحقيقة محزن، يعني كان يبكي وحزين. فكان يسأل يقول أنه أولا يعني ليش فخري كريم يبعث لي رسالة أنه نسوي لك جواز ونطلعك، أنا ما كنت أريد أخرج أصلا يعني. والرسالة يعني هذا المندوب هو كان يفسرها فخ من فخري؟ هو بنصا كما أخبرني قال أنا أعتبر أنه فخري هو استهدفني، يعني بهذه الطريقة هو استهدفني، يعني راد يورطني، يعني أنا ما كنت أرغب أخرج أو يرسل لي شخص يعني بيده يعني معه رسالة من النوع وتعترض المخابرات العراقية ويعتقل ويحققون معه. طبعا يوسف في الحقيقة دفع ثمن فادح بسبب هذه الرسالة، اللي انجر اعتقاله وضربه والاعتداء عليه، وأجبر في الحقيقة على أن يعني يكتب أشياء يعني ربما يعني هي شكلت نقطة يعني حرج. ها نعم، شكلت انعطافة في حياته بعد، في انعطافة خطيرة في حياته، ووضعته في يعني في مأزق.
وأنا كنت شاهد على الطريقة التي عمل فيها الحقيقة بعض الشيوعيين العراقيين بطريقة غير مسؤولة، يعني عاجل عاملوا يوسف الصايغ بقسوة وبطش، يعني عندما يعني كانوا يتداولون مقالاته في مديح النظام. أنا كنت أقولهم طيب أنتم تذكروا أن هذا الرجل يعني اعتقل وعذب وحطم، يعني ما هو كان يعني رجل بأمان الله يعني، وقطعت علاقته بالحزب وباقي بال. طيب فخري اجتهد أم بتوجيه من الحزب بعث الرسالة؟ أنا سألت عديد من قيادي الحزب لم يكن لديهم أي علم لا بالرسالة المرسلة إلى صفاء والصباح ولا إلى يوسف صايب. واختفى يا صباح واختفى يا حتى هذه اللحظة. حتى هذه اللحظة. يعني بعد خروجك كتب بعضهم الكثير، يعني بعضهم قال أن فاضل الربيع عندما غادر العراق انخرط في منظمات فلسطينية يدعمها نظام صدام حسين، وأن بعض الشيوعيين كانوا يتقاضوا الرواتب من هذه المنظمات، وأن الحزب دقق في سلوكيات بعض أعضائه فاكتشف أنهم لهم خطط مع النظام ففصلهم بين الذين فصلوا فاضل الربيع. لا يعني هذه بحقيقة يعني أولا في خلط بالمعلومات. أولا يعني فصائل المقاومة الفلسطينية، فصائل منظمة التحرير الفلسطينية معروفة، والحزب الشيوعي العراقي كانت لديه علاقات متينة وقوية مع هذه الفصائل منذ السبعينات، يعني لم تكن العلاقة جديدة يعني بهذه الفصائل بشكل أخص، يعني مع الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية وفتح. عندما خرج جزء من قيادة الحزب يعني إلى بيروت أقاموا علاقات متينة مع منظمة التحرير، يعني وفخر كريم وأعضاء في المكتب السياسي أقاموا علاقات رسمية مع منظمة التحرير، مع مرحوم ياسر عرفات ومع الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية. وهذه الفصائل في الحقيقة لعبت دور مهم جدا في استيعاب الأعداد الهائلة من الشيوعيين التي خرجت من العراق، يعني نتحدث نحن عن أكثر من 100,000 عراقي تدفقوا يعني بين 78-79 إلى حد نهاية 80 تدفقوا إلى بيروت. من كان يمولها؟ هل كان النظام يمول هذه الفصائل أو بعض هذه الفصائل؟ يعني أولا فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من معروف أنها تتلقى يعني دعم باعتبارها يعني منظمة التحرير من عدد كبير من الأنظمة العربية بمعونات رسمية تقرتها القمم العربية. ما من قمة عربية إلا وأقرت مساعدات مالية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهذه تذهب يعني في ضمن ميزانيات منظمة التحرير. الآن هل كان هناك علاقة بهذه الفصائل مع نظام صدام حسين في هذه الفترة؟ يعني أولا أنا استغرب طبعا إذا كان فيه كتابات، أنا لم أطلع على مثل هذه الكتابات، بس هذا دليل على جهل اللي يعني إذا كان هناك شخص يكتب. أنا يعني عملت مع منظمة التحرير مثلي مثل آلاف من الشيوعيين الذين عملوا مع المنظمة، أنا كنت في دمشق ولم أكن في بيروت. الجبهة الشعبية في هذا الوقت تقريبا كانت علاقتها شبه متوترة مع العراق، وأذكر أن المرحوم يعني الشهيد دكتور جورج حبش يعني زار العراق يعني بهذه الفترة، وكان هناك محاولة يعني تهدئة الأمور أو يعني رأب الصدع مع الشيوعيين ولكن دون جدوى. وأنا بحسب معلوماتي أن الجبهة الشعبية لم تتلقى يعني طوال هذه السنوات يعني أي بنس من النظام العراقي. أيضا يعني إذا كان هذا الكلام غير صحيح، أيضا يقال أنك كنت تكتب مقالات تشهر بها بالقيادة الشيوعية، وفي نفس الوقت كتبت مقال وليمة المأتم. رواية عشاء المأتم. عشاء المأتم هذه في وقت متأخر، هذه 86. هذا كنت يعني تشتم فيها صدام حسين والنظام؟ نعم، دعني أوضح لك الأمر. يعني كنت يعني يقال أنك كنت تشهر بالشيوعيين وتكتب أيضا ضد صدام حسين في وقت متزامن أو متقارب؟ لا لا، هذا كلام غير دقيق وما يعني ليس له يعني أي نصيب من الصحة يعني على الإطلاق. الأمر على النحو التالي، نحن في يعني خارج العراق أصبحت لدينا حرية أكبر لمناقشة سياسات الحزب في ضوء ما يعني ما حدث، وتفجر نقاش داخل الحزب حول الكثير من المواقف، وهذا النقاش انصب على جملة من المسائل، يعني نقد تجربة الحزب في العلاقات الجبهوية، نقد سياسة الحزب في مرحلة ما بعد الجبهة وإعلان الكفاح المسلح،
أنا شخصيا أعتبر سياسة الكفاح المسلح التي انتهجها الحزب مغامرة وسياسة غير مسؤولة وتنوم عن رد فعل يعني غير عقلاني. وسألت يعني وناقشنا في وقتها أنه يعني أنت ترفع السلاح بوجه النظام، وهذا يعني أنك ستذهب تلتحق بالحركة الكردية وستقاتل الجيش العراقي، لكن يعني إلى أي حد يعني شروط الثورة وشروط المقاومة المسلحة نضجت في العراق إلى الدرجة اللي تمكننا من يعني من إسقاط نظام صدام حسين، كما كانت يعني بعض قيادي الحزب كانوا يقولون أن السبيل الوحيد هو إسقاط النظام بالقوة. وأنا كنت أعتبر هذه السياسة يعني هي الوجه الآخر لسياسة الضعف اللي مارستها هذه القيادة مع البعثيين عندما أعلنت الجبهة. يعني فيها تطرف أكثر مما تحتمل ظروف العراق وظروف الحزب. وبالفعل يعني هذه السياسة المغامرة قادت الحزب إلى أن يعني في أكثر من 1000 من الشيوعيين، 1000 إنسان بين طبيب ومهندس قتلوا في شمال العراق عبثا بدون أي معنى يعني. وكان من الطرائف يعني في هذا الوقت احنا كنا في دمشق، انا لم اكن في بيروت، في دمشق. فاذكر كان احد القياديين في منظمة دمشق كان والده رجل بسيط جاي من عليه من العراق، فيسأله انه واحنا كنا جالسين يعني بالمقهى، فيسأله قال له ابني يعني انتو يعني شون ايش قررتوا ايش تسوون؟ فقال له احنا خلص قررنا انه نسقط النظام بالقوة. فده يعني شيء مضحك الحقيقة. فسأل أبو قال له طيب بابا أنتوا تحاسوبيتي يعطوكم دبابات؟ قال لا تحاسوبيتي ما يعطينا دبابات. طيب ابني يعني عندكم طيارات؟ عندكم مدفعية؟ قال له لا ما حد. قال زين شلون تقاتلون صدام؟ قال له من شمال العراق نقاتل. فالتفت عليه قال له يعني بالشمال تمسوا رشاشات ومن الشمال تسحفون على بغداد؟ قال ابني انت عاقل، انت خوش ولد وانا ربيتك، هاي ايش بيك انت؟ ايش صاير بيك بابا؟ ايش عقلك؟ يعني الحقيقه كان مستوى التفكير بهذه القضيه مضحك ومحزن. يعني سياسه اولا للحزب لديه امكانيات ولديه يعني مرتكزات للنهوض بسياسه من هذا النوع. ولا الشرط الموضوعي، النظام كان في هذه الفترة يعني قوي ومتين ولديه علاقات دولية ولديه جيش جبار، لذلك كانت حتى الوضع الداخلي متماسك اجتماعيا كان بهذا المعنى تفجر نقاش وسجال أنا شاركت فيه مثل ما شاركوا فيه الكثيرين، وكنا ننتقد سياسة الحزب. يعني ليس الأمر هو أن كنا نشتم قيادة الحزب، لا الأمر ليس قضية حتى شتم. تلك اللحظة كنت أنت بعدك في تنظيمات الحزب لو طلعت؟ كنا لا نزال في هذه التنظيمات، وأنا خرجت حقيقة بعد ما تفجرت الحرب العراقية الإيرانية واختلفت مع قيادة الحزب حول الموقف من الحرب. أنت مستواك الحزبي كان في يعني بسيط، أنا كنت عضو حزبي عادي يعني عضو أكثر من عضو حزبي. ها كيف تختلف مع قيادة الحزب وأنت عضو؟ لا هو حتى لو كان يعني شخص من أصدقاء الحزب بإمكانه أن يختلف، يعني هذه قضية فكرية. أنا أتحدث عن نفسي كمثقف وكاتب، يعني أنا لم يكن هذا الأمر كثير مهم بالنسبة لي. يعني مراكز الحزبية يبحث عنها وناس يبحثون عن يعني عن معنى لنفسهم، أنا هذا المعنى بالنسبة لي يعني اكتشفته وانتهى الأمر. يعني لذلك ما كنت يعني معني بقصة البطل. شنو جوهر الخلاف؟ نعم قبل ذلك دعني أفصل بالنقطة. الآن فيما يتعلق بالفصائل الفلسطينية، الحزب كان لديه علاقة رسمية بمنظمة التحرير وكان يوظف عدد كبير من الإعلاميين في مجلات وجرائد هذه المنظمة. يعني في بيروت مثلا كانت مجلة فلسطينية الثورة كان فيها عدد كبير من الشيوعيين يتقاضون رواتب من المنظمة، وهذا عمل. يعني في هذا الوقت أظن أن يعني العلاقات بين فتح والنظام في العراق كانت شبه منهارة يعني، وحتى بعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. لذلك أعتقد يعني هذه الشائعات مبنية على تقولات لا أساس لها. الخلاف وين وصل معك؟ كيف يعني صاعد الخلاف بينك وبين؟ تصاعد الخلاف كما قلت لك، تفجر نقاش حول سياسات الحزب أيام الجبهة ثم سياسات الحزب الجديدة فيما يتعلق بالكفاح المسلح.
وهذا النقاش انخرط فيه قياديون وجمهور الحزب بشكل عام، يعني لم يكن يقتصر علي أنا يعني. والنقاش هو أنه طيب إحنا وين رايحين بهذه السياسة؟ لا إحنا وصلنا للحرب العراقية الإيرانية الآن، قبل هذا قبل الحرب. لذلك في الحقيقة لما جاءت الحرب العراقية الإيرانية ازداد مأزق الحزب في هذه السياسة الجديدة، ولذلك تركز النقاش أنه حول شعار الحزب. كان الحزب في هذا الوقت يرفع شعار إسقاط النظام الدكتاتوري وإيقاف الحرب العراقية الإيرانية. أنا من الذين من كثيرين كتبنا ودعينا وقلنا أنه هذا شعار خاطئ، المهم الآن هو إيقاف الحرب العراقية الإيرانية بأي ثمن، هذه حرب كارثية وستدمر العراق. المطلوب الآن ليس إسقاط النظام، الآن المطلوب هو وقف الحرب، هذه معركة. وكانت قيادة الحزب تصر على أن المهمة الرئيسية الأولوية هي إسقاط النظام. كنا نقول أنه لا توجد إمكانيات فعلية لا عند الحزب، ولا وجود شروط موضوعية في العراق، ولا بالوضع العربي بشكل عام، ولا الدولي مهيئ، لا توجد أي شروط بالفعل لإسقاط النظام. وبالتالي هذا شعار فارغ أجوف لا معنى له، وأن الشعار الواقع الذي ينس مصالح الناس وحياتهم هو وقف الحرب العراقية الإيرانية، بما أنه في أجيال تتحترق وشعب عم يتدمر ويتحطم. لكن سياسة الحزب هذا الوقت بدت مغامرة وحمقاء وغبية، لأنه تقود جمهور الحزب وتقود الحزب بشكل عام يعني إلى المأزق من جديد. يعني إذا خرجنا من مأزق الجبهة وسياسة الضعف إلى انتهاج سياسة قوة فارغة، يعني وهذا هو المفارقة المحزنة في السياسة، من الضعف إلى القوة الفارغة. اكتشفنا أنه يعني أنه وصلنا للمأزق عندما تفجرت الحرب العراقية الإيرانية. المشكلات الجديدة، الأسئلة الجديدة التي طرحت يعني أمام الحزب ظلت بدون أجوبة. وأذكر أني يعني في هذا الوقت كنت أتمشى مساء بدمشق قرب سينما السفراء، ويعني بالطريق الصدفة كان فخري كريم وعبد الرزاق الصافي يعني كانوا يتمشون. عبد الرزاق كان عضو مكتب سياسي، وفخري في هذا الوقت في الحقيقة أصبح أيضا في المكتب السياسي. فأنا يعني بعد ما يعني سلمنا على بعض وكذا، قال لي أنت كثير صاير تحكي علينا وتشهر فيه. قلت لا، قلت أنا أنتقدكم، أنتقد سياسة الحزب، أنتوا وين ماخذين الحزب؟ أنا أنتقد هذه السياسة، هذه سياستكم خاطئة. المهمة الرئيسية الآن هي وقف الحرب العراقية بأي ثمن، نحشد كل القوى، لأنه هذه معركة دمر العراق ودمر المنطقة ودمر الأمة. فقال لا، إحنا باكر نرجع بالدبابات الإيرانية نفوت البغداد. قلت له حن إيدك إذا باكر أنت الشيوعي تدخل ويا أهل العمايم تدخل بدباباتهم تدخل البغداد. هذا كلام معيب لا يليق بالشيوعيين، هذا مو كلام شيوعيين، هذا كلام بالشارع. نعم. عبد الرزاق شنو موقفه؟ عبد الرزاق طبعا يعني اضعف من ان يرد على فخري، وهذه قصه يعني اخرى. يعني الحقيقه ما يعني عبد الرزاق كان في هذا الوقت يشعر انه يعني هو باي ثمن يريد ان يعني يستميل فخري، ان يستميل فخري، لانه كان فخري هو الاقوى في المكتب السياسي. تصاعدت الخلافات بهذا الوقت واستمرت الحقيقة. صارت سجالات بالجرائد؟ لا لا، في هذا الوقت لم تكن هناك سجالات، لكن استمر النقاش مفتوح وكنا نناقش، وأنا أحكي أناقش بصوت عالي. يعني تصوير المسألة أنه شتائم وشتائم هو لتسخيف فكرة يعني أنك عندك رأي. حاول الشيوعي الاعتداء عليك؟ نعم، لكن هذا في وقت آخر. أنا يعني ضربت، يعني اعتدى علي في مقهى الروضة. نعم، من فخر كريم هو يعني أرسل ناس وضربوني بالمقهى يعني. لكن هذا في وقت متأخر يعني سنأتي إليه. بهذا الوقت أنا بدأت أكتب روايتي اللي هي عشاء الماتم، اللي صدرت بال 86. في عشاء الماتم أنا لم أشتم صدام حسين أو كما يعني، هذه الطريقة في الحقيقة عند بعض إخواننا العراقيين يعني كثير فيها استسخاف للرأي، أنه عندما تقول رأي قال يقول لك هذا شيء. لا، هذا رأي أنا حكيت، قدمت رأي، والرواية كتب عنها من أهم الأقلام، كتب عنها الروائي الشهير هاني الراهب على سبيل المثال، كتب عنها الكاتب والصحفي وليد معماري، كثيرين كتبوا مدائح عنها. العمل في الحقيقة يعني الأعمال الجريئة ناقشت فيها تجربة انهيار الجبهة الوطنية، وانتقدت النظام كما انتقدت الشيوعيين،
وهذا الأمر كررته حتى من فترة قصيرة عند ما أصدرت كتابي عشان ما تم 86 صدرت 86. فأنا في هذه الرواية انتقدت تجربة التحالف وضعف الحزب في هذه السياسات كما انتقدت النظام. الآن السجال تطور ويعني أنا كنت حابب أني أغادر الحزب نهائيا يعني وأترك، ولكن للأسف يعني كان هناك روح انتقامية من عندي، وأنه يعني منعت حتى بأشكال مختلفة أن أخرج. قيادة الحزب وين بهاي اللحظة مقرها لو مشتتة؟ يعني قيادة الحزب كانت موزعة بين بيروت ودمشق بشكل خاص، لكن طبعا في هذا الوقت كان فخري يعني فخر كريم بنى سلطته داخل الحزب بفضل ثلاث ركائز. الركيزة الأولى هو سيطرته على المال، مال الحزب. ليش هو كان مسؤول مالي؟ هو في هذا الوقت يعني عن طريق علاقاته اللي أقامها مع منظمة التحرير الفلسطينية مع رئيس ياسر عرفات الله يرحمه ومع اليمنيين وإلى حد ما مع ألمانيا الشرقية فيما بعد، استطاع أن يعني هذه الأموال يعني يقنع قيادة الحزب أنه الاعتبارات قدر يقنعهم أنه، وبالتالي يعني يبدو حصل من المكتب السياسي على قرار بوضع هذه الأموال باسمه. طبعا في هذا الوقت هو كان يشتغل على أن يبني الركيزة الثانية اللي هي أن يفرض على التنظيم مجموعات موالية إلى سواء في دمشق أو بيروت أو بعض الأماكن حتى في أوروبا. ثم الـ يعني هذا الركيزة المالية والتنظيمية. الركيزة الثالثة هي الإعلام. في هذا الوقت كان فخري يصدر طريق الشعب. منين تصدر كانت؟ من بيروت، يعني طريقة جريدة سرية والثقافة الجديدة. وبالتالي يعني وجدت قيادة الحزب نفسها أمام شخص يهيمن على ثلاث يعني أهم ركائز الحزب وأهم يعني ركائز حياته. إذن بثلاث ركائز هيمن فخري كريم، المال الحزب، المال والتنظيم والإعلام، بالتنسيق مع عزيز محمد. طبعا هو كان عزيز محمد في هذا الوقت تقريبا تحت سيطرة فخري، يعني أصبح الأمين العام سكرتير الحزب. ما حقيقة أنه يقال بعدين أنه ميزانية الحزب سرقت؟ يعني أنا لا أريد الحقيقة أن أنا لا أتهم يعني شخص، لكن يقال ميزانية الحزب هي سرقت بعدين. يعني أنا فقط أقول أن أنا شخصيا يعني في براغ يعني كنت شاهد على قصة جرت هناك. هاي القصة روي ليها بعد الفاصل أستاذ فاضل. إذن إلى هنا ينتهي الجزء الأول من هذه الحلقة من شهادة للتاريخ مع الدكتور فاضل الرباعي، سنتواصل في الجزء الثاني منها بعد قليل. أحييكم من جديد وأرحب ثانية بضيفي الكريم الدكتور فاضل الرباعي. إذن دكتور فاضل، بدأت بدايات الخلاف تتضح بينك وبين الحزب الشيوعي، لكن متى بدأت القطيعة ثم بدأت الخصومة؟ يعني بدأ الخلاف والقطيعة يعني الفترة الأولى لاندلاع الحرب العراقية الإيرانية واحتجاجي على السياسة المغامرة التي انتهجتها قيادة الحزب. كتب عليك عنك بعضهم يعني كتابات كثيرة، لكن بعضهم قال أنك بدأت تشتم القيادة الشيوعية شتائم مقذعة، وفي نفس الوقت كتبت رواية عشاء المأتم التي كانت تتضمن يعني نقدا كما يقول بعضهم شتائم أو نقدا للنظام. ف يعني هل هو تزامن أم موازنة من قبلك؟ لا يعني ثم متى بدأت القطيعة بينك وبين الشيوعية؟ يعني دعني أوضح هذه النقطة. أولا يعني نحن نتحدث عن خلاف في الآراء والأفكار. طبعا الكثيرون يعني عندما يريدون التهرب من النقاش أو إعطاء أجوبة يسخفون الرأي الآخر ويقولون أنه هذه شتائم. الأمر لا يتضمن أي شيء من القبيل، لم تكن هناك شتائم، كان هناك سجال ونقاش سياسي وفكري خاض فيه الجميع، لست أنا لوحدي. يعني كان هناك عدد كبير من المثقفين والكتاب والسياسيين الحزبيين الشيوعيين العراقيين شاركوا في هذا النقاش، وهو نقاش حيوي كان يدور حول سياسات الحزب في فترة الجبهة الوطنية ثم بالتغيير الذي أحدثته قيادة الحزب على الخط العام. نقطة الافتراق وين المفترض؟ نقطة الافتراق الرئيسية بدأت في الحقيقة عندما انتهج الحزب سياسة تقول أن الحل الوحيد لحل التناقض مع البعث هو برفع السلاح وإسقاط النظام
في العراق. كانت فكرة الكفاح المسلح انطلاقا من شمال العراق لإسقاط النظام فكرة خرقاء وغير منطقية وغير معقولة يعني. ولذلك بدأ النقاش داخل الشيوعيين أنه إلى أي حد يعني هذه السياسة صائبة وصحيحة. وكما قلت لك يعني هذه السياسة أدت في النهاية أن الحزب فقد يعني خيرة كوادره، أكثر من ألف شاب وشابة بين مهندس وطبيب ومثقف قتلوا في شمال العراق بدون معنى يعني. ولذلك أثار هذا الوضع نقاش جدي في الحزب. في هذا الوقت أنا كنت أكتب في روايتي الأولى اللي هي عشاء المأتم، وناقشت فيها تجربة انهيار الجبهة الوطنية، وهذه الرواية كتب عنها خيرة الكتاب العرب يعني السوريين والعراقيين، وأثارت أيضا نقاشات واسعة. في هذه الرواية ناقشت سياسة الحزب ومرحلة تأسيس الجبهة وانهيار الجبهة، وبالتالي يعني فعليا وجهت نقد لسياسة الحزب ولسياسة البعث في آن واحد. أنا أكتب بموضوعية يعني، لا أريد أن أقدم نقدا لسياسة الحزب الشيوعي العراقي من دون يعني أن أتناول المسبب الأساسي وهو البعث، وفي نفس الوقت لا يمكن نقد البعث يعني أو قصر كل النقد على تجربة البعث. الآخرون أيضا يعني شركاء البعث ومنه الشيوعيين أيضا كانوا يتحملون قصة من هذه المسؤولية. لذلك يعني بعض من كتب في الحق كتبوا بخفة وبسطحية، لم يفهموا جوهر ما كتبت. وهذا الأمر بالمناسبة أنا واصلته وطورته بكتاب صدر مؤخرا اسمه ما بعد الاستشراق، وهو فيه تشريح يعني لبنية العمق. قبل هذا كانت هناك حدث مهم، الحرب العراقية الإيرانية وقعت عام 80، وكانت لفصائل المعارضة العراقية مواقف متباينة من هذه الحرب. نعم. يعني ما هو موقف الحزب الشيوعي؟ يعني قيادة الحزب الشيوعي العراقي أعادت إنتاج الأخطاء السابقة، بل ارتكبت أخطاء جديدة مروعة. أول خطأ صار يعني موضوع نقاش في الحقيقة هو الشعار الذي يعني لخص سياسة الحزب في هذه المرحلة، إسقاط النظام الدكتاتوري وإنهاء الحرب العراقية الإيرانية. في هذا الوقت يعني كانت هناك كثير من الأصوات تقول أن من الخطأ يعني أن نرفع هذا الشعار، المطلوب الآن وقف الحرب العراقية الإيرانية بأي ثمن، هذه مطحنة، هذه ستدمر الأجيال، التحرق الأخضر واليابس، ستدمر العراق والمنطقة، وبالتالي ليس من المجدي يعني الاستمرار برفع شعار إسقاط النظام في العراق وتاليا يعني نوقف الحرب. دخلت في مناقشات مع الشيوعيين؟ مع القوة؟ ودخلنا في سجالات مكتوبة، يعني كتبنا عشرات المقالات عن هذه القضية. وأذكر أن المرحوم زكي خيري وهو عضو مكتب سياسي وعضو قيادة تاريخية بالحزب خاض في هذا النقاش، وقال يعني خطأ موقف الحزب، وكتب مقالا في جريدة الحزب النظرية ثقافة جديدة، كتب مقالا خطأ فيه سياسة الحزب. والغريب أن فخري كريم يعني كلف أحد يعني أحد الأخوان أحد الرفاق بالرد على زكي خيري إمعانا في إهانته يعني. ويعني كان الرد الذي كتبه فلاح عبد الجبار كتب رد على زكي خيري يعني يمكن تلخيصه بفكرة خرقاء يعني أعادتك تكرارها، وهي تقول أنه يعني أنه زكي خيري يزعق من أجل بضعة أشبار من تراب العراق احتلها الإيرانيون. وأصبحت القصة يعني هذا التسخيف والتتفيه للأمور يعني، حتى لو وضعتها ما تستحق الزعيق وتستحق لو حتى لو يعني نحن نتحدث عن كل ذرة من تراب العراق. ولذلك في الحقيقة أنا كنت دائما أقول أن المشكلة في قيادة الحزب الشيوعي العراقي في هذه المرحلة يعني أنها كانت ضحية ومسؤولة في آن واحد يعني عن سياسة كانت الشخص الحقيقي اللي يقف وراها هو فخري كريم وعزيز محمد. يعني عزيز محمد كان العوبة بيد فخري كريم، العوبة بكل معنى الكلمة يعني. وأنا شاهد على وقائع كثيرة في الحقيقة، لا أريد أن أسيء إلى الرجل يعني، كنا في دمشق وكنا نعرف يعني ما هي الوقائع المحزنة يعني التي طبعت حياة عزيز محمد كسكرتير الحزب، وكيف كان فخري كريم يتلاعب به يعني أموال الحزب. أنا ذكرت لك قبل قليل قلت لك أنا كنت شاهد في براغ مثلا عندما عقدت يعني منظمة الحزب في براغ اجتماع موسع للكوادر، وكان عزيز محمد هناك، وأحرج في قضية أموال الحزب أنه
هل صحيح أن فخري كريم استولى على أموال الحزب؟ هذه القضية كانت موضوع نقاش. سئل هذا السؤال؟ هذا السؤال سئل عزيزي محمد، وقال أنه يعني كانت صيغة السؤال أنه أنت ليش ضعيف أمام فخري كريم؟ أو أنك بهذه الصراحة أمام كوادر الحزب كانوا يحاسبوه. فقال أنا ما أقدر أعمل له شيء. فخري موجود كان؟ لا، كان عزيزي محمد فقط، هو ذي هو أمين عام الحزب. قال باسمه كل أموال الحزب 10 مليون دولار، يعني شو أقدر أسوي له أنا؟ حزب الشيوعي عنده 10 مليون دولار؟ نعم. منين هاي 10؟ هو هذا النقاش الذي يعني هذا مو حزب بروليتاري، هذا حزب الرأسمالية. شوف في جانب مهم يعني ينبغي أن تأخذ، الحزب الشيوعي العراقي حزب تاريخيا حزب منظم ولديه تقاليد يعني قد لا يعني لا توجد في الأحزاب الأخرى، وروح التضحية عند الشيوعيين عالية جدا. يعني أنا أذكر مثلا منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الجزائر، كان عندنا آلاف من المدرسين في الجزائر وغير الجزائر، في اليمن وغير اليمن. منظمة الجزائر لوحاتها مثلا كان يعني شهريا يعني مئات الآلاف الدولارات هي من رواتب الأساتذة الجامعات والمدرسين تذهب كتبرعات للحزب. يعني جزء كبير من أموال الحزب كان من المدرسين والأساتذة الجامعات وحتى العاملين، كان هناك نظام للتبرع للحزب من أعضاء الحزب. روح التضحية كانت عالية والحزب منظم، لكن الخلل الحقيقي أن قيادة الحزب سلمت أقدار الحزب ومصير الحزب وسياسة الحزب بيد فخري كريم، وهو بالتالي كل هذه الأموال وضعت بيده. هو كما عبر عنه أحد أصدقائنا ذات يوم في لما عندما كنا في العراق، يعني جعفر ياسين وهو من حركة القومية العرب من أصدقائنا، كان يقول دائما أنه القادة الحقيقيين هم اللي قدرون يأخذون الحزب، يأخذوا للشورجة بمعنى يعرفوه على شرائح الاجتماعية، والقادة السيئين هم اللي يجيبون الشورجة يحطوها بالحزب. جرت الإطاحة بعدد كبير من قيادات الحزب سواء في المكتب السياسي أو اللجنة المركزية، يعني أخرج عامر عبد الله، أخرج باقر إبراهيم من المكتب السياسي، مهدي الحافظ، ماجد عبد الرضا، رحيم عجينة، عشرات من كادرات الحزب التي طردت. ليش تقول أخرج؟ ربما يكون خلاف يعني في الرأي، مثلا موقف الموقف من الحرب العراقية الإيرانية قضية جوهرية، قضية خلافية، قضية تحولت لها مفترق طرق. نعم، تقول إقصاء يعني. نعم، احتمال يكون هاي هو الخلاف، هو اللي 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 خلق تيارات، هذا التيار لا لا، قسم كبير من هؤلاء سواء كانوا بقيادة الحزب أو بكوادر الحزب ربما لم يشاركوا بشكل مباشر يعني بهذا النقاش، أو لم تكن لديهم آراء كما أنا يعني عبرت لك الآن عنها، ولكن هو كان يعني يشعر بالخطر من وجودهم، ولذلك كان يريد. بس بتعتقد اللي يستخدم قانون الإزاحة الفيزياوي بالمجال السياسي ويزيح سوف الآخرين إزاح. ها؟ لا مو سوف يزاح، ما تعتقد فيه شطارة؟ على أي حال يعني يعني لو كنا نتحدث عن حق العام، يعني بمعنى أنه في سوق أو هو سياسة مناورة، حتى العمل الحزبي مناورة يعني بها فهلة. الفارق أننا نتحدث عن حزب ثوري لديه تقاليد ولديه تاريخ، ومش وقت الأحزاب الثورية ما بها صراعات بالقيادات، قمة الهرم فيها صراعات، ولهذا يعني تفسد الثورية أي حزب عندما تتحول أو تنقلب الصراعات الفكرية والسياسية إلى مناورات ذات طابع خسيس، يعني للنيل من هذا الشخص والإساءة والإيقاع بهذا الرفيق. هذه لا تعود صراعات سياسية، هذا هبوط بالصراعات السياسية إلى مستوى يعني التصفيات الانتقامية والتأريب بكل الوسائل. يعني هذه يعني كما يعني يحب البعض يقول هذه مرحلة ما دون ستالينية، يعني في الحقيقة يعني فيها بشكل من طيب أشكال. هذا الخلاف ما خلقت، ليش ما خلق حزبين يفترض حزب آخر؟ كان المشكلة الرئيسية التي واجهت تيار الاحتجاج الذي تبلور، يعني أنا أعطيك على سبيل المثال، إحنا يعني 86 87 أعتقد تشكل في دمشق وحدها مثلاً تيار من المثقفين ومن الحزبيين، تيار كبير جداً. وأذكر أنه أنا خرجت وخرج معي عدد كبير من لما كان عندنا تنظيم اسمه رابطة الكتاب والمثقفين العراقيين، وهي تجمع للمثقفين العراقيين، خرجوا معي أكثر من 60 شخص، وعقدنا مؤتمر وأعلننا يعني رابطة المثقفين مختلفة عن الرابطة التي يعني أذعنت لقيادة فخري كريم. في هذا الوقت يعني صارت مفاوضات فيما بيننا،
يعني لإعادة التوحيد، ولكن على أسس جديدة، يعني أن لا تكون هذه المنظمة الثقافية بيد يعني هذه القيادة الفاسدة. ولذلك يعني لما ذهبنا لهذا المؤتمر جرى الاعتداء علي بتوجيه من فخري كريم، ضربت في مقهى في دمشق، وأثار هذا احتجاج واسع حتى منظمات فلسطينية. وقال شخص جاك مع شعار عراقي. مع الأسف يعني سامحه الله، يعني أنا أسامحه. تعرف الشخص كان؟ نعم. ضربك؟ نعم. تعرف؟ أنا أغفر له وأسامحه، لأنه أنا أعتقد هذه يعني مستوى رخيص من يعني من الطرائق والأشكال والأساليب اللي تجري فيها عمليات يعني. ومنو قال فخري دافع؟ ربما الحزب دافع. ما هو الحزب في هذا الوقت كان يعني فخري كريم، عندما تقول حزب تعني فخري كريم. طيب هاي الفترة ما صار مؤتمر للحزب؟ يعني أعتقد كان هناك مبررات إلى حد ما معقولة يعني ومقبولة لعقد المؤتمر؟ يعني كانت مشكلة الجغرافيا مشكلة عويصة يعني. يعني وين تعقد المؤتمر؟ نعم، ولذلك يعني جرى التحضير للمؤتمر الرابع ثم الخامس اللي وقف فيه عايز محمد وقال جئنا ليأكل نصفنا نصفنا الآخر. نعم. أو ليطرد نصفنا نصفنا. نعم الآخر. أنا يعني لم أحضر المؤتمر ولا أعرف يعني في حقيقة مجرياته بدقة، يمكن يعني رفاق آخرين من حضر المؤتمر يقدمون صورة أفضل مني، أنا من خارج المؤتمر. لكن يعني كان عقد المؤتمر في هذا الوقت كان صعب، يعني أولا جزء كبير من قيادة الحزب كان مبعثر يعني بين دمشق واليمن والجزائر وأوروبا، كان هناك صعوبة. ثم يعني لم تكن هناك أي دولة قادرة على أن يعني تعطي. من الشيوعيين ذهب إلى كردستان استجابة لمشروع الكفاح المسلح؟ كثيرين. عشرات مئات، مغنين ومطربين وأطباء ومهندسين وشعراء وكتاب. يعني أذكر مثلا في عدن، يعني أنا عودة للوراء قليلا، هذه يعني 79-80 يعني إلى حد أيلول 80، يعني قضية الذهاب إلى كردستان خلقت جو من الابتزاز. في الحقيقة تطبيق سياسة الحزب في هذا المجال خلقت جو من الابتزاز للشيوعيين، إذا لم تذهب يعني إلى كردستان فيعني هذا يعني أنك متخاذل وأنك كذا. ولذلك كثير من الذين ذهبوا في الحقيقة لم يكونوا مقتنعين يعني بهذه السياسة، ولكن في هذا الجو من الابتزاز في هذا السياق يعني النقاش كان يتركز على أن يعني السياسة ترغم الناس على الالتحاق يعني بعمل مسلح من دون يعني وجود ظروف وشروط موضوعية وإمكانيات حقيقية، هي سياسة ستؤدي إلى يعني تحطيم الحزب وتدميره. وهذا الاعتداء عليك تم بناء بسبب موقفك من الحزب أو بسبب المقالات اللي كنت تكتبها عنه؟ لا، أنا في هذا الوقت لم يكن لدينا يعني منبر نكتب فيه مقالات يعني، ولكن كان هناك نقاش. ما كان الصحف المعارضة؟ معارضة يعني بهذا الوقت لم يكن لديها صحف، في وقت تالي صدرت بعض الصحف للمعارضة، ولكن هذه صحف أحزاب أخرى، يعني من غير المنطقي نكتب بصحف يعني أحزاب أخرى لننتقد سياسة حزب، هذا تقريب غير موجود. كنت تدلي بأحد ضد القيادة الشيوعية؟ أنا كنت أناقش هذه القيادة بكل الوسائل بكل الأشكال، كنا نناقشها في مجتمعات ولقاءات إلى أن بدأت القطيعة، لكن استخدم يعني موقف المعارض لهذه السياسة للتشهير بي والقول أني يعني أقف شاتما هذه القيادة. هو الأمر ما له علاقة بالشتائم، كنا نتحدث عن سياسة خاطئة، سياسة مغامرة تقود الحزب إلى الدمار والهلاك، وكنا ننبه إلى مخاطر استمرار هيمنة فخري كريم عزيز محمد. هل كنت في تلك الفترة فعلا كتبت ما قال في القدس العربي، قلت فيه أن كاريزما صدام تعادل كاريزما النبي محمد؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. يعني هذا جزء من الترهات الكثيرة اللي تعرف أنت في كنت تكتب في جريدة القدس العربي أنت؟ نعم، ولكن لا يمكن، هذا شيء غير منطقي. أولا يعني في هذا الوقت أنا في دمشق والقدس العربي تصدر في لندن، يعني من غير المنطقي أني وهذه الجريدة ممنوعة أصلا من دخول سوريا. يعني شيء دكتور حميد أنت تدرك جيدا أنه في العراق هناك يعني تاريخ وتراث ضخم للتشهير السياسي،
العراقيين يشهرون ببعضهم بدون رحمة يعني، ويلفقون أشياء يعني، كما يعني لفقوا عني أنه كنت أبيع الشاي وكنت مش عارف إيه، قصص من هالقبيل يعني. لا هذا في تلك الفترة كنت متعاطفا مع النظام، مع صدام، أي نظام؟ مع النظام، مع صدام أثناء الحرب ربما، أثناء لا الحرب. لا أنا كنت وما زلت متعاطف مع العراق، لا مع صدام ولا مع البعث ولا ما غيره. العراق عراقي، هذا بديهية. نعم. لكن أنا أقصد، هل كنت متعاطفا مع صدام حسين ونظامه؟ أبدا. هل أنا كنت تلمح أو تجمل؟ أبدا أبدا. أو تغازل؟ ولكن كل موقف من هذا القبيل، كل عندما كنا نتحدث أن العراق في خطر وأن الحرب العراقية الإيرانية هي مدمرة للعراق وللمنطقة، كان يقال هذا صدامي، هذا كلام صدامي، هذا يدافع عن النظام. تماما كما اليوم عندما أنا الاحتلال يقولون صدام، اليوم عندما أنا أتحدث عن الاحتلال وأدعو لوقف قتل البعثيين أو وأقول انتهينا خلص البعثيين ارتكبوا أخطاء وكذا واجتثوهم وخرجوا، ولكن أوقفوا دوامة القتل، وقال أنت تدافع عن أسلام النظام. أنا لا أدافع عن أسلام النظام ولا عن النظام كما كنت بالسابق، كنت دافع عن العراق. هل حدث إن وقعت مشادة بينك وبين هذا العلوي؟ لا، ولكن دائما كنا على خلاف فكري وثقافي وسياسي حتى، ولكن مشادة أو أعوذ بالله، أنا أحب هذا الرجل وهو صديق عزيز. موقفك من الحرب أنك كنت تدعو إلى دائما يعني، هو الله يرحمه هادي العلوي كتب مقال شهير ضدي وضد بعض الأصدقاء وشتمنا، ويعني أقضع الألفاظ. ليه شتمكم؟ شتمنا في جريدة تصدرها منظمة فتح الانتفاضة، مجلة فتح الانتفاضة، كتب فيها مقال شتائم لأنه إحنا يعني نصطدمنا بقيادة الحزب، ولكن لا أنا ولا غيري إحنا لم نكتب حرف واحد ضده على الإطلاق. وأنا رحت له يعني عدة مرات وعاتبته، قلت له طيب ما إحنا يعني أنت أصلاً كنت منشق على هذا القيادة، وأنت كنت معارض لها، وكنت أنت بالقيادة الثانية، القيادة المركزية، ويعني أنت كنت طول عمرك أنت معارض لهذه القيادة، الآن يعني لما إحنا اختلفنا معها أنت تجي تصف معها ضدنا؟ أما إني كتبت ضد هذا العلوي، هذا ابدا ما. وانا اتحدى اي واحد يقول انه يملك وثيقه او ورقه او قصاصه او مطبوع. الحزب الشيوعي العراقي كانت له قواسم مشتركه مع فصائل المعارضه الاخرى، تنسيق، عمل مشترك. طبعا الحزب الشيوعي العراقي كان من اوائل مؤسسي جبهه جوقت في الثمانينات، واذكر انا كنت ما زلت بالحزب يعني، ويعني عند التحضيرات لعقد اجتماع الإعلام. هاي الجبهة شكلت بكردستان؟ لا، شكلت في دمشق. في دمشق. اسمها الجبهة الوطنية والقومية والديمقراطية. اللي نقلت بعدين عملها الميدان الكردستان تقريباً. يعني هي ماتت في أرضها كما يقال، لأنه بعد 16 يوم أو 17 يوم يعني الحزب تحت ضغط الأكراد الحزبين الكرديين أعلن من كردستان العراق جبهة أخرى بديلة عن جوقد سميت جود. وهذا خلق إشكالات، وكان دليل إضافي على الارتباك اللي تعيشه قيادة الحزب يعني. يعني أنت اليوم تسوي جبهة بدمشق اسمها جوقت، وبعد 16-17 يوم تروح الشمال العراق تعلن هناك جبهة ثانية، والجبهتين بالحقيقة يعني ماتت في أرضها يعني، ما أدت أي عمل حقيقي. لذلك يعني هذا أضعف مصداقية الحزب. هل كانت فصائل معارضة بما فيها الحزب الشيوعي يعني لا يترددون ولا يتورعون من استخدام أي وسيلة لإسقاط النظام، بما في ذلك التعاون مع المحتل، مع الأمريكان؟ هذا 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 المنطق كان موجود يعني معتمد منذ تلك السنوات، منذ الثمانينات. يعني أنا شاهد على وقائع أحدثك عنها. يعني المرحوم مصطفى جمال الدين، وأنا أتمنى أن يسمعوني اللي يعني الكثير من إخواننا من يعني لا يعرفون بعض الوقائع. يعني المرحوم مصطفى جمال الدين وعزة شابندر انطلقا إلى لندن، وأخذوا معهم موفق الرباعي، هذا بالتسعينات، وذهبوا إلى نيويورك، وكان العراب هو موفق الرباعي يعني. ومصطفى جمال الدين بخط يده كان كاتب وثيقة حوار، هو أول حوار بين المرجعية الشيعية والإدارة الأمريكية. التقوا جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي وجيمس كيلي اللي كان هو الماسك بالملف الملف المعارضة العراقية، كان من الإدارة الأمريكية. وهذا أول قناة بالتسعينات في آذار بالتسعين، كان هذه أول قناة يفتحها آذار مصطفى. تسعين؟ نعم، حتى قبل دخول الكويت يعني. نعم، هذه أول قناة كان يفتتحها مصطفى جمال الدين وعزة شابندر وموفق الربيعي،
مع القيادة مع الإدارة الأمريكية. شنو والوثيقة أنا نشرتها في كتابين إلي نشرتهم، واحد منهم اسمه الخذة والعمامة والثاني العسل والدم، وشرحت هذه الوثيقة وبتاريخها. مضمون هالوثيقة؟ مضمون هذه الوثيقة يقولون بالتالي أنه إحنا لم نجرب الأمريكان، إحنا جربنا الإنجليز وشفناهم، وأنه الإنجليز ما أعطونا الحكم ويعني سلموا الحكم للسنة، وأنه الآن آن الأوان أنتم يا أمريكان أن تفتحون قناة معنا إحنا الشيعة وأنه تسلمون الحكم. إحنا لا تعتقدون أنه إحنا من دعاة ولاية الفقيه؟ إحنا ضد ولاية الفقيه، وإحنا نؤمن بالحوار والديمقراطية، وإحنا معتدلين، ويعني أن جربونا. وفي في أهم بند في الحقيقة بهذه الوثيقة الخطيرة هو الكلام عن الجيش العراقي بوصفه مؤسسة سنية، أنه هذه ينبغي حلها، وكانت هذه أول دعوة من المعارضة العراقية للإدارة الأمريكية لحل الجيش العراقي. ولذلك أنا كنت أقول دائما أن بريمر يعني هو يعني من السخف تصوير الأمر كأنه بريمر سحب قلمه وعجبه بلحظة واحدة وشطب على الجيش العراقي وحله، استند إلى وثيقة واستند إلى اتفاقات في استراتيجية أمريكية كانت لحل الجيش العراقي. لذلك كنا نشعر بالخطر على العراق عندما كنا نقول يا أخوان يا رفاق المشكلة الآن لم تعد مشكلة صدام حسين. نعم نعارض صدام حسين، لكن العراق دخل في دائرة الخطر. الحرب العراقية الإيرانية تطحن عظام العراقيين، حطمتنا كشعب. الآن خلونا نشتغل على وقف هذه الحرب، نبذل كل الجهود حتى إذا قدرنا نرجع نفتح حوار مع النظام، نهدين عقلنا بس لنخلص البلد. لكن الحقيقة كانت المعارضة والحزب الشيوعي العراقي للأسف بسبب قيادته هذه انخرطت في مشاريع مخيفة يعني باللقاء مع الأمريكان. إذن كنت أنا واحد من كثيرين من إخواننا ورفاقنا بهذا الجو العراقي، كنا واعين للمؤامرة. جميع المعارضة ركبت المركب الأمريكي، فلما تستكر ذلك على فخر كريم يعني؟ لا هو كل المعارضة ركبت المركب الأمريكي. أنا أتحدث عنه بقدر تعلق فخر كريم وأمره بتجربتي في الحزب الشيوعي، كما يعني هذه هي شهادتي. أنا لا أتقصد كشخص لا متقصد في الحسابات، هذه شهادتي للتاريخ فيما يتعلق بسياسة الحزب الشيوعي ووضع الحزب الشيوعي وحالته. ولذلك أنا أركز عليه، أنا لا أركز على آخرين لأنه أصبحت سيرهم معروفة، وليتحدثوا يعني المعنيين بالأمر يعني يحكون شهاداتهم عنه، سواء باقر جبر باقر صولاغ أو موفق الربيعي أو أبو إسراء المالكي أو الآخرين. ما كلهم هم تورطوا بعلاقات مع السي اي اي ومع المخابرات الأمريكية ومع البريطانية ومع ما. أنا في قدر تعلق الأمر بتجربة الحزب الشيوعي. فخر كريم سن تقليد وسنة سار عليها فيما بعد حميد مجيد موسى الذي ذهب إلى وزارة الخارجية الأمريكية قبل الاحتلال، وهذه القصة رواها محمود عثمان مرارا وتكرارا. هذا الرجل محمود عثمان حي يرزق قال لما دخلت لمبنى وزارة الخارجية الأمريكية قبيل الاحتلال بأظن بسنة أو سنة ونص أو أقل من ذلك، يقول وجدت حميد مجيد موسى قاعد بغرفة صغيرة ينتظر موظف صغير، فيقول هو فوجئ لما شافني بحضنة كانت حقيبة سومسنايت، ففز ونهار سقطت الحقيبة مع الأوراق وكان دليل على ارتباكه. فقال لك كاكا أنا يعني إحنا الأكراد معروفين عندنا علاقات مع الأمريكان، أنا أجي على الأمريكان بشكل طبيعي، أنت الشيوعي شو جابك على الأمريكان؟ وفي وقتها صارت نقاشات، ولا اللي جابك جابني، صارت نقاشات في الحقيقة حتى بصحافة الحزب على هذه القضية، وأثيرت بقواعد الحزب. أنا شو مودي كان في جريدة ساخرة يصدرها فيصل العيبي الرسام، وأثيرت هذه القضية أنه شو كان رايح يسوي حميد مجيد موسى إلى الخارجية، وكان تبرير سخيف أنه هو ذهب بالحقيقة لي يعني يلتقي بمنظمة الحزب هناك ويعني رتبوا للقاء معه. أيضا هم أخذوا عليك، هم أخذوا عليك زيارتك لبغداد قبل الاحتلال، هم ذهبوا إلى وزارة الخارجية الأمريكية وأنت ذهبت إلى القصر الجمهوري لتلتقي طارق عايز وعزة الدوري. سنتطرق إلى هذه الصفحة وهي صفحة أعتقد مهمة وغامضة في حلقة أخرى سنخصصها لهذه الصفحة ولما بعدها أي صفحة الاحتلال. شكرا، شكرا لك أستاذ فاضل. شكرا على هذه الشارة. مشاهدينا الكرام سنتواصل مع الدكتور فاضل الرباعي في حلقة أخرى لنكمل شهادته للتاريخ. السلام عليكم ورحمة الله.